لاحظوا هذه الكرة، حاول معها والله ولكن الكرة قوية. الشوي كرة عالية من الشوي والرأسية، جول 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 محمد الشوي والثالثة في المرمى برأسية. لوكا لوكا يلعب كرة إلى الأمام، لوكا يا ولد يا ولد يا ولد، لاحظ معي أوه 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 يا لوكا، من أين لك كل هذا يا لوكا؟ محمد الدرهوني يصوب بشكل مباشر، هنا أمامنا لقطة ثانية، عادة تصويبة قوية نحو المرمى. رائع الهدف، رائع الهدف. دخل منطقة الجزاء، خطير المسح على الطريق الأخطر، فرصة هدف أول وهدف، مرت الكرة أمناع وهدف، هدف في الدقائق الأخيرة، هدف في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 35 في الوقت القادم.